مشروب يفضله العراقيون بعد تناول الطعام. بيبسي. مركبة بحرية عسكرية. باس. من مسرحيات الفنان بهجة الجبوري. باس. شيء يرتبط بالربيع. الورود. غيره. الخضار. نوع من التمر. خستاوي. غيره. زهداوي. مركبة بحرية عسكرية. باخرة. من مسرحيات الفنان بهجة الجبوري. ليش؟ ليش؟ تحية مرة أخرى للفنان بهجة الجبوري. نوع من التمر. قال خستاوي. أخذ 31 نقطة. والخستاوي يعني صحيح. زين أنت الزهداوي هذه من جبتي؟ من سعداوي؟ مين؟ هو اسمه أو اسمه الزهدي. بس الزهداوي يعني إذا الكمبيوتر رحمك أخذ الزاء والهاء والدال، ها؟ يعني راح على الزهدي. بلكت الألف والواو ما يبين، ما أدري يعني من علاقة الكمبيوتر. وخلي نشوف النقاط الآن وقولوا يا الله. خلي نشوف إذا ممكن يعني نتمنى أن تربحون، ولكن بقت بعد بإرادة الكمبيوتر الآن، لأن الكمبيوتر هو اللي شو تقولي ثاني؟ يعني الكمبيوتر إذا يراعي شعورنا بالخربطة. يراعي. لا الكمبيوتر ما عنده إحساس، ما عنده مشاعر. هذا كله أرقام. كله أرقام الكمبيوتر. اللابتوب اللابتوب اللابتوب. يلا عاد. وعي أتأخر أستاذ كمبيوتر. أستاذ كمبيوتر فضها. خلصنا يا معود. الله. أعزائي المشاهدين، والحمد لله فازت عائلة البستاني بالجائزة اللي قيمتها 10 مليون دينار عراقي. فباسمكم أقولهم مبروك، اجتهدوا وحاولوا أن يوصلون 3 مرات، بالمرة الثالثة خطفوها للجائزة. إذن ندعو الأخ توني، توني أبو الفلوس، أبو الجنطة، بس لا ينهزم، بس لا يهرب. واي اي 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 توني 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 توني، شكرا توني. إذن هذه 10 مليون دينار نسلمها للأخت ساندي. تستاهلين أم الزهداوي الزهدي. هو أكو سمو أطير من الزهدي والخستاوي.